اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده هتبقى سمك ماكريل. كلنا عارفين الماكريل ممكن يكون سعره زاد شويه في السوق دلوقتي بما فيه من قيمه غذائيه عاليه جدا، والثقافه الطهويه والثقافه الغذائيه بتقول ان الماكريل غني باوميجا 3، يعني وداعا للزهايمر. هنعمله النهارده مع بعض مقلي بالصلصه، ومعانا سمك فيليه قشر بياض هنعمله بالكاري مع الرز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه جديده وبسيطه. البتنجان حبيب القلوب هنعمله النهارده سلطه بالزبادي، طبق مقبلات لطيف وجميل. والبتنجان ابو قلب ابيض اللطيف الحلو ده هياخد زبادي وتوم وعصير ليمون وزيت زيتون، بالتاكيد هيروح في مكان تاني. انا مش عايز اطول حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير وفيها شويه خبره طهويه باكله سمك غير مكلفه، اذا كان السمك الماكريل او السمك الفيليه في متناول الجميع. هتسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن تقدري تعملي طعم جديد. خلينا نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل عمل السمك بالكاري. نروح على بعض المطاعم، على بعض الكافيهات، بنلاقي في طبق كده جانبي يقول لك والله عندي سمك فيليه بالكاري. الكاري ده مدرسه، الهنود شطار فيه جدا، بس احنا نغلب الهنود في اي حاجه. لما نيجي نعمل الكاري له اصوله، الكاري لما يتعمل له اصول. تعالوا نشوف هنعمل ازاي مع بعض سمك الكاري، بس انا هعمله بطريقه جديده النهارده. خلطه الكاري مع السمك الفيليه ومعاها رز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. حاجه كده واخده على سكه البرياني بالسمك يعني. معانا سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك والشوك، معانا توم ومعانا بصل ومعانا كزبره خضراء، ومعانا لبن زبادي او لبن رايب، دي المقادير. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون، والكاري اساسي معانا يتصدر القائمه الاولى في التوابل والقرفه الخشب. هنعمله مع بعض ازاي؟ خلونا خطوه خطوه مع بعض. اول حاجه هننزل بصلصه الكاري، حلو الكلام؟ معانا بصل ناعم، حلو، معلقه زيت صغيره. انا عايزك تعملي الاكله دي لولادك في الفرن يا غالي، لسه ما استواش الماكريل، لسه بدري عليه شويه. هننزل بالبصلايه الناعمه دي كده، عايزه طعم الكاري يبقى حلو. استنى على البصله دي، اصبري عليها شويه، خليها تحمر شويه، تاخد سكه الصياديه. ما تستعجليش عليها، ده سر من الاسرار. والبصله بتتحمر تعملي ايه؟ هو ده الكلام، انزلي عليها بشويه فليفر حلوين علشان عينك. حلو. زعتر، قرفه خشب، حلو الكلام، عود روزماري محترم، ونقلبهم مع بعض. واحنا شغالين كده. واصبري عليها برضه، بس هتاخد وقت يا شيف، اتعلمنا من الشيف. معلقه الزبده، هو ده. التحميره دي حلوه قوي، واحنا شغالين كده فل. ونسيبها على النار شويه. ومعانا بقى في الكبة بتاعتنا حاجات لطيفة كده، معانا فلفل زي ده كده أحمر رومي، حلو، معاه قرن فلفل حار زي ده كده، كل دول مع بعض. الحار ده اختياري، عايز تزوديه شوية مفيش مشكلة. الكاري معروف عنه إن هو دايما بيكون سبايسي. هننزل بدول كده في قلب الكبة، حلو، ونخلطهم كده مع بعض عشان يتخلطوا معايا سلام. بنحط عليهم شوية زبادي، ده الجديد، ومعلقة صلصة، ونقلب دول كلهم مع بعض. والبصلايه بتتحمر، ما تستعجليش عليها. خلص الكلام، بنشيل الصوص الحلو ده كده، نبص عليه وهو نازل على البصلايه، يلا اسس زيت المصورين، البصلايه هنا خدت لون،
صبرنا عليها مع الروزماري مع القرفة مع الزعتر، مفيش ريحة للبصل خالص، ننزل بالصلصة بتاعتنا. هو ده الكلام. الله عليك. معلقة النشا في قلب الخلطة دي اللطيفة عشان القوام بتاعي يبقى لطيف ما بتبقاش مصيصة، ونقلبها كده. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. الصوص ده للأمانة تاكل صوابعك ورا، خاف على صوابعك. ننزل بالكاري. هو ده. عندنا شوية بهريز بوكي جرنين. حلو، ونقلبهم كده. دي مرحلة، خلص الكاري اهو زي الفل. شفت الكاري اتعمل ازاي؟ ده كاري السمك. تاني عملت ايه يا عم الشيف عشان يهمني المعلومة توصل للسادة المشاهدين؟ بصل على النار مع زيت زيتون مع زبدة، خدت لون البصلة كأننا هنعمل رز صيادية. بعد كده خدت الزبادي مع فلفل حار مع فلفل أحمر رومي بس، وضربتهم في الخلاط مع زبادي. نزلنا بالكاري، معلقة النشا. شفت القوام عامل ازاي؟ ما هو القوام. شفت القوام عامل ازاي؟ مع الربن الرايب. حلو. الكزبرة الخضراء بتاعتنا دي، صلصة الكاري جاهزة. تعالوا نعمل بقى السمك بتاعنا. حلوة لغاية كده يا عم الشيف، انت شاطر. خلاص شاهدنا لك، اركن ده على جنب. نجيب صينية، اللهم صل على النبي، ونحطها هنا ونحط فيها الزيت ونرسم لوحة فنية. حلو الكلام. هنعمل دلوقتي شوية رز بالسمك والكاري بطريقة مختلفة. ادي عود روزماري حلو، بنحطه هنا، ونحط القرفة دي هنا، ونحط الفلفل الحار ده هنا. وانا شغال كده، وعندي السمك الفيليه بتاعنا اللطيف ده كده. بقطع الواحدة اتنين، ده قشر بياض. او فيليه بولت بتاعنا يبقى لطيف وزي الفل، مفيش مشكلة. قرن الفلفل الحار ده عايزه، بناخده برضو ونحطه هنا كده. السمك الفيليه زي ما هو كده، بنتبله بشوية ثوم زي الفل. ثوم بس علشان انا عايزه ياخد طعم الكاري، ما تحطيش توابل، ثوم بس. وناخد السمك زي ما هو كده. الله، ايه الابداع ده يا عم الشيف. ثوم بس من فضلك، لان عندي صلصة هتنزل عليه دلوقتي. الصلصة هنا سيدة الموقف. وسيبيه شوية، كل ده ملوش لازمة عندي. تبص على السمك المكريل، بص على المكريل. لكن أهم حاجة نروق الدنيا مع بعض. أخبار السمك إيه أخباره؟ زي ما إحنا كده شغالين زي الفل؟ تمام. بنحط الكاري. عينيا برنس والله، حبيبي مخرجنا. شفت أنا بعمل إيه؟ برسم. 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 انا قلت مش هتبل السمك غير بفص توم بس. ما ينفعش نروح النار من غير التوم، السمك الفيليه بالذات. رز مصري. اوبا، سلقناه مسبقا، جاهز معانا. كل اللي انا هعمله دلوقتي ابدا ارص الرز هنا. الله، يا شيف الأكلة دي سهلة، أنت عملتها ما كملتش 5 دقايق. بس تعالى دور عليها في أي بحث بقى من الأبحاث بتاعتك مش هتلاقيها. لسه ما خلصتش يا فندم. عندي صلصة الكاري. الله، في قلب الرز. في قلب الرز. زي ما انا شغال كده. حلو، كل اللي هعمله دلوقتي احط شويه رز كمان. الله،
السمك فين؟ في قلبه. والله ممكن تكتري كميه السمك شويه يعني، انت كريمه واحنا نستاهل كرمك. حطي كيلو فيليه، 2 كيلو فيليه، ما حدش هيقول لك حاجه يعني. نضغط عليه كده. كل القصه يا عم الشيف. دلوقتي معايا البوكيه جرنيه بتاعي، الرز هنا 3/4 سوا من فضلك، ما يكونش مستوي جامد عشان لسه هياخد شقشاء شوربه، يكمل سواه مع الصلصه، وهندخل الصينيه دي كلها كده زي ما هي الفرن في درجه حراره 150 على الهادي. يلا بينا، يلا بينا. اخبار الفرن ايه؟ هو ده الكلام الحلو. درجه حراره الفرن عندي 180 150، خليها هدي شويه. هناخد الصينيه الحلوه اللي فيها الابحاث العلميه كلها، فيها الخبره الطهويه، فيها طعم جديد للكاري مع الرز المصري. الله، بص عليها، العب. يلا، ايه ده موسوعه فنيه طهويه في قلب الفرن. حاضر، والله انت ابن حلال. عايز تشوف الرز؟ مش عاجبك الصينيه؟ انا عارف. حاضر. امر. هنا بقى انا شخصيا لو هاكل الرز، السمك مش هقرب منه، هسيبه للاطفال بيفرحوا بالسمك الفيليه. انا يهمني شويه الرز اللي واخدين بطعم الكاري وطعم السمك وفيهم خبره طهويه. وصوص الكاري اللي انا عامله ده كده. خرجنا، قال لي سيب اللي في ايدك وعايز اشوف الصينيه. معاه حق، هو انا هقطع على صينيه؟ عايز اشوف حاجه حلوه. الف انا وشيف. خلصنا من الرز مع السمك بالكاري. ما تاكلش سعفان من الرز ده يا شفيق. حلو، هنعمل ايه؟ لا اله الا الله. هنجيب الباذنجان بتاعنا ده كده نصفيه، بمصفى حلوه، ونحطه في قلب الخلطه دي كده. طبعا الاكله دي تتاكل بارد يعني، بعد ما تاخد الطبخه على النار ونقلبها دلوقتي وندورها بالطحينه والزبادي، تتحط في صينيه وتبرد في التلاجه. حطها في التلاجه رايحه جايه عليها كده بألف هنا وشفا. الباذنجان هنا انا عايزه طري، مش عايزه متحمر، لان هرسه دلوقتي بالشوكه في قلب الطحينه، في قلب الزبادي، في قلب دبس الرمان، فص التوم اللي في ارضيه الصينيه اللي عامل قلبان مع روزماري. عشان ما نشمش ريحه التوم وانت بتاكلي. بالعكس، السواد بتاع البتنجان جمال، ما نقشرهوش. انا مش بحب اقشر البتنجان على فكره، لا في مسقعه ولا في مقلي، بحب القشره بتاعته. ونهرسه مع بعض كده. الله، واحنا بنهرس كده الصينيه بتلف لوحدها. شفت اللون ده؟ هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل منه. ده يتحط في التلاجه، يطلع زي الايس كريم كده، العيش البلدي بتاعنا بالمعلقه تاكليه. بروتين حيواني موجود، طحينه اوميجا 3 يعني جمبري جامبو موجود، اللي هو الزبادي، اللي هو الطحينه اللي هي السمسم والزبادي، البروتين الحيواني. عشان بس اللي قاعد بيتابعنا دلوقتي يقول لك شيف بيعمل لحمه ولا ايه؟ ما انا بشوف فلاسفه كده لما اقول بروتين حيواني يقول لك يا عم البتنجان ماله ومال بروتين؟ الراجل ده بيخترع بيألف. ايه ده؟ لا، انت لازم تدرس مطبخ كويس عشان تسمع الشيف المغازي. التوابل دي كلها مع بعضيها زي الفل. هنقدم الصينيه دي كده بس خلاص. تعالوا نقدمها جاهزه زي ما هي كده تتقدم، او ممكن نقدمها في طبق مع جرجير. معانا وقت مخرجنا، عايز اعمل طبق حلو كده، عايز اعمل لوحه فنيه حلوه قوي. تمام، الله يبارك لك. يستاهل والله. سرفيز السمك ده مش للسمك وبس، للخبره الطهويه. جرجير، لا والله، الطبق
الرز ده عايش شويه جرجير كده حلوين جدا حكايه. وانا بحب الجرجير دايما مع السي فود عدله مش الخس الجرجير والليمون طبعا. حلو طالما معانا وقت نرسم معاكي وقت زين الطبق بتاعك. واقف في المطبخ رايق او فايقه كده الليمونه دي مطلوبه زي ما هي كده. شفت الطبق على طول بياخد لون تاني وشكل تاني. الف هنا وشفا. نيجي للموضوع. حاضر عينيا يا فندم. النهارده على شاشه القناه الاولى في تفاصيل في تفاصيل والتفاصيل تفاصيل صغيره بتكلفة مالية قليلة. عملنا صينية ماكريل بهديها للريف المصري والصعيد المصري. حبايبنا اللي بيحبوا السمك الماكريل أنا بعشقه أكلتي المفضلة. كل أم بتسمعني كل حد بيسمعني دي أكلتي المفضلة. عملت شوية رز بالكاري بطريقة جديدة. السمك الفيليه بتاعنا باين ممكن فيليه قشر بياض فيليه بولتي خير مزارعنا ده كله موجود مفيش مشكلة. ولكن اللي عاجبني أول بتنجان هو ده الموضوع عايز شويه العيش وبالف هنا وشفا. رؤيه فن في فن في خبره طهويه في ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.